مباريات كتير اكيد جدا هنكون متابعها على المستوى الاوروبي، وطبعا السبت والحد بالنسبه للبريمير ليج بيكون فيهم ابرز الماتشات اللي احنا بنكون مستنيينها، وطبعا لقاءات بتكون كلها اقوى من بعضها، واحلى حاجه ان كل جوله ما تقدرش تحدد مين هو اللي هيكون عنده اليد العليا لحسم الثلاث نقاط فيها. منورنا من خلال تطبيق زوم محلل الكره العالميه اسلام سامي، صباح الخير عليكم، منور الدنيا. صباح الخير، ازيك يا مريهان؟ الحمد لله. ايه وصباح اسلام، كل صباح الفل عليك، وانت عارف انا قد ايه ببقى مبسوط وانا بتكلم معاك في الكوره، وانت من احسن الناس اللي موجوده اللي حقيقي بتتكلم فنان في الكوره، برحب بيك ومشرفنا دايما كده. وهبتدي على طول سريعا من الديربي النهارده الانجليزي ومانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد، واكيد مباراه الكل مستنيها هناك في انجلترا، بيب جوارديولا مع سولشير المتخبط بعض الشيء ولكن قدر يكسب اخر مباراه. شايف المباراه النهارده هتكون ماشيه ازاي ما بين فريقين كبار سواء سيتي او يونايتد؟ لا ماتش صعب، كل ماتش صعب جدا يا يحيى، والعالم كله مستنيه بقى، يعني خاصه ان انت شايف اللي بيحصل مع مانشستر يونايتد وسولشاير. احنا يعني مانشستر يونايتد مش ماشي مظبوط تماما، شويه فوق شويه تحت ومتخبط، صحيح كان في كلام كتير جدا ان سولشاير نفسه هيمشي. اعتقد الماتش هيبقى من الماتشات الصعبه، خلي بالك اول مواجهه قويه كانت مثلا قدام ليفربول، مانشستر يونايتد خسر بنتيجه كبيره جدا، فانت النهارده داخل قدام فريق من الفرق القويه جدا وديربي، فكده كده جوارديولا النهارده مانشستر سيتي ماشي كويس جدا في الدوري، ماشي كويس جدا في دوري ابطال اوروبا، فريق عنده حلول رهيبه من كل مكان في الملعب، قدام فريق عنده مشاكل كبيره جدا دفاعيا، عنده مشاكل في نص الملعب، ولكن هل النهارده هيبقى ده الحته بتاعت الايجو؟ لان دايما سولشاير زي ما بيتقال كده كل ما يجي يمشي حد بيلحقه، حاليا السنه دي كل اللي بيحصل كل ما يبقى خلاص الكلام كتر ان سولشاير هيمشي ويسيب مانشستر يونايتد، وفي مدربين هتيجي تلاقي رونالدو لحقه زي ماتش مثلا الدوري او ماتشات دوري الابطال، فريق متخبط جدا، فبالتالي انا اعتقد التكهنات كلها تروح لمانشستر سيتي رغم ان ده ديربي، يعني انت المفروض ما فيش حاجه يعني ماتش زي ده مانشستر سيتي تتخيل النتيجه، لكن كل المقومات بتقول لا، انا وجهه نظر مانشستر سيتي اقوى، مانشستر سيتي مستقر اكتر، عنده من الحلول جوه الملعب الكتير جدا، وعلى الدكه دكه مرعبه يعني دكه مانشستر سيتي. طب نتكلم عن تشيلسي، واحد طبعا من اهم الفرق اللي ماشي بشكل مميز جدا السيزون ده في البريمير ليج، عنده مواجهه امام بيرنلي، فكلمنا اكتر عن اللقاء ده وشايف ابرز يعني النقاط الفنيه اللي ممكن تكون بنتابعها فيه كمان. الحقيقه الماتشات بتاعه تشيلسي السنه دي بالنسبه لي ماتشات ممتعه جدا، لان توخيل والفريق عنده حلول كتيره جدا في الملعب، عنده شكل كويس جدا، راجل بيهاجم كويس جدا، رغم ان الثلاث اربع ماتشات اللي فاتوا بدا يحصل دروب، وده طبيعي لان السيزون صعب جدا، الدوري الانجليزي احنا بنتكلم في الاسبوع ال 11 مع ماتشات دوري الابطال، فانت عندك اللعيبه بتخش وتطلع كتير وبيقدر يعمل روتيشن، عنده لعيب صغير زي شالوبا مثلا في الدفاع، لعيبه كنا بنتخيل ان اللعيبه دي هتقعد احتياطي، بقى لا بقى ليها مكان متواجد، فاي حد بيغيب بتلاقي عنده حل تاني بديل. النهارده الونسو مش موجود، هتلاقي تشيلويل موجود وكل ماتش بيسجل عادي جدا، فريق متكامل. هو الونسو ما بقاش موجود، الونسو خلاص بقى له يمكن كام ماتش مش موجود، هو تشيلويل هو اللي بيلعب بشكل اساسي اعتقد يعني. بالظبط، هو كان بادئ بالونسو وبعدين الونسو قعد، تشيلويل لعب وركب وبعدين الونسو اتصاب، فبالتالي انت عندك حلول، يعني مش فريق لك يا يحيى الونسو ولا تشيلويل، هو كده كده الاثنين وينج باكس. لا وبتشوف جيمس بتشوف اكتر من لاعب موجودين، هو بيعمل روتيشن رهيب توخيل يعني. لا ما انت كمان حتى الناس اللي بتلعب فانتسي ما بقتش بقى توخيل عامل زي انا من الناس دي يا اسلام، خلي بالك وعندي وعندي نفس المشاكل دي. مغلبنا هنا طبعا، ما تبقاش عارف هيلعب مين، لان انت ممكن جيمس يلعب طبعا، ما كلنا على فكره بس مش يحيى، لان ممكن جيمس لا اسبليكويتا هيلعب مين، ففريق قوي جدا هجوميا كمان مرعب، حتى ولوكاكو مش موجود، فانت عندك حلول، عندك ميسن ماونت بيتالق، عندك كي هافرز بيجي من تحت، حكيم زياش لما بيشترك هيلعب قدام فريق بيرلي، فريق بيور كره انجليزيه، فريق لعيبه 11 لعيب كلهم عندهم اطوال وعندهم اجسام قويه جدا، بيقفلوا كويس جدا، وهي دي الحاجه المشهوره فيها بيرلي دايما، هي من الفرق الغلسه بره ارضها، بيقفل كويس، فريق انجليزي بيور بيلعب 4 4 2 طول الوقت، بيعتمد على الكوره الطوليه على العرضيات، فريق غلس، وان كان انا شايف ان تشيلسي هو اللي تفوق طبعا، تشيلسي ماشي بطريقه كويسه جدا، وكل مع الوقت الفريق بيتحسن، يعني نص ملعب فيه حلول قويه جدا، انت متخيل ان ساقول نجم اتلتيكو مدريد لما راح لغايه دلوقتي لسه مش قادر يخش جوه الفريق، عشان عندك كوفازيتش، عندك كانتي، عندك جورجينيو، وعندك لعيبه كتير جدا في نص الملعب، ولكن كل حاجه وارده في الدوري الانجليزي طبعا، ممكن عادي جدا بيرلي يروح يلعب ضد تشيلسي في ستانفورد بريدج يرجع كسبان 2-0،
ولكن في الاخر ماتشات صعبه جدا، لكن تشيلسي هيفضل هو المرشح للفوز طبعا. اكيد اكيد. اسلام يعني خلينا اسالك طيب سريعا عن مواجهه برضو هتكون صعبه جدا، ليفربول مع ويست هام. ويست هام اللي ماشي بشكل كويس من بدايه البريمير ليج، ليفربول ما عندوش يعني انت اتكلمت على تشيلسي في نقطه مهمه جدا ان انت دايما عنده لعيبه موجود، عنده حلول دايما على الدكه، ماونت بيلعب، جورجينو موجود، ايا كان مين الموجود حتى في خط الدفاع. ليفربول بيعاني شويه من الحته دي، شايف مواجهه ليفربول مع ويست هام هتكون عامله ازاي، وهتكون صعبه ولا لا على ليفربول بعد التعادل مع برايتون؟ لا ماتش صعب طبعا. ماتشات ويست هام ماشيين كويس جدا السنه دي، فريق عنده حلول وماشي كويس جدا. الفكره كلها انت لما بتلعب في استاد لندن ضد ويست هام هو بيبقى دايما حاسس ان انا هلعب، انا هكسب، هو بيلعب على الفوز طول الوقت. عنده صحيح. انطونيو وبن رحمه وفورالانز وسوتشيك، عنده مجموعه لعيبه ممتازه جدا. فلكن ماتش صعب جدا على ليفربول، خاصه بعد تعادل برايتون. هو مش حمل ان هو قبل الانترناشنال بريك يخسر نقط، خاصه ان انت شايف ان مانشستر يونايتد بيلعب مانشستر سيتي، فممكن الاثنين يتعادلوا، دي تبقى فرصه ليفربول ان هو يرجع تاني يقرب من تشيلسي اكتر. صحيح. المهم في الموضوع كله النقطه اللي انت قلتها يا يحيى، الدكه الكبيره جدا موجوده عند مانشستر سيتي، موجوده عند تشيلسي، مش موجوده عند ليفربول. صح. طول ما ليفربول عنده القوام الاساسي بتاعه سليم وفي الملعب، هو الفريق في قوي الامان جدا جدا. في الامان فعلا، فريق قوي جدا. اي فريق يعني شفت في تشامبيونز ليج اتلتيكو مدريد انك تكسب سيميوني في ملعبه وترجع تكسبه تاني في ملعبك، صح، حاجه مش سهله. فريق قوي جدا اتلتيكو مدريد، ودفاعيا فريق قوي وشرس. لكن ليفربول فما بيبقى في حالته الفريق متكامل، هو اشرس بكتير جدا، لان عنده قدره على الضغط مرعبه، عنده قدره على الهجوم من الاجناب قويه جدا، فريق تقيل جدا. ولكن اول ما بيحصل خلل في القوام الاساسي لفريق ليفربول هنا بتبدا المشاكل. بالزبط. انا دايما من اول السيزون بقول اكبر تحدي هيواجه كلوب الاصابات، الايقافات، بطوله كاس الامم الافريقيه لما يغيب عنه نجمنا محمد صلاح، لما يغيب عنه ساديو ماني، كيتا اهو اصلا متصاب، ما يغيب عنه الكسندر ارنولد واحد من اهم اللعيبه في ليفربول يا اسلام الحقيقه. الكسندر ارنولد مش مجرد باك رايت، طبعا يعني طبعا خلينا نتفق ان الكسندر ارنولد واحد من صناع اللعب في ليفربول. دخوله في عمق الملعب والتفاهم اللي بقى موجود يا يحيى ما بين صلاح ارنولد هندرسون بقى مثلث مرعب ناحيه اليمين. انت كل مره بتشوف سويتشات بتحصل بينهم الثلاثه، مره صلاح على الطرف ومره ارنولد بيخش في عمق الملعب. بالتالي ثلاث لعيبه مهمين جدا. الجبهه الشمال كمان جبهه روبرتسون، حتى لو روبرتسون مش موجود يلعب مكانه سميكاس برده جبهه قويه جدا. لكن الفكره انت هتعمل ايه؟ وجود فابينيو في نص الملعب بالنسبه لليفربول بيفرق معاك كتير. جوتا متالق، فانت بتشوف النهارده طول ما جوتا فايق هتلاقي فيرمينيو هينزل الشوط الثاني هيبدا يحس. انت فيرمينيو في ماتشات كان بعيد رجع نزل لعب جاب هاتريك، فهو عنده لعيبه كويسه جدا. لكن الفكره في الاستمراريه واللونج ران، لان الدوري الانجليزي دوري عنيف، الماتشات دوري الابطال كده كده ليفربول بيبقى رامي بالبلدي طوب بطولات الكاس دايما، مش فرقان خالص، هو بيركز في البطولتين بس يا بريهان طول الوقت. يعني هو يعني كلوب من الناس اللي ما عندوش مشكله خالص، انا هلعب الكاسين بالقوام الاحتياطي وهخسر الاثنين ما عنديش اي مشكله. انا كل هدفي تشامبيونز ليج ودوري الابطال والدوري الانجليزي. صح. فبالتالي هو ما هيبقى ماتش صعب. انا شايف ان ليفربول لازم النهارده يعدي بالثلاث نقط دول قدام ويست هام، خاصه ان فريق صعب جدا، عشان قبل الانترناشنال بريك تبقى الدنيا برده ماشي كويس، ما يخسرش نقط اكتر. يعني الدوري الانجليزي لسه بدري، احنا بنتكلم في الاسبوع 11 كله هيخسر نقط، يعني لسه بدري جدا. لكن لما بتقلل الجاب بدري مع فريق عنده حلول وعنده دكه وعنده سكواد قوي زي تشيلسي، دي تبقى نقطه مهمه جدا بالنسبه ليورجن كلوب. بالظبط، وخصوصا انه لسه ليفربول خسران نقطتين على ملعبه الجوله اللي فاتت، فبالتالي فهو مش يعني مش حامل خساره ثانيه لاي نقاط في الجوله دي. احنا بنشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله تتبسط النهارده كده، عندك كوره كتير تتفرج كده طول اليوم ان شاء الله. يوم جميل بادئ بدري. مكابتن مين يا استاذ؟ رد على ما بشيلش الكابتنه من عم محمد صلاح بقى يا يحيى، خلاص طيب ماشي. يعني ما بشيلش الكابتنه من محمد صلاح، ماشي. يعني الراجل مش يعني مش مقصر مع حد. لا الصراحه هو الراجل عامل معانا يعني فوق الصح الحقيقه. اسلام دايما بنستمتع بوجودك معانا، ودايما بنستمتع الحقيقه بكلامك فنيا عن اي مباراه الحقيقه. بنشكرك اكيد، شكرا أنا جزيلا جدا ومتشكر لمرهان. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك اسلام سامي، محللنا الرياضي اللي دايما اكيد بنستمتع بوجوده معانا كلامه فنيا. النهارده ماتشات كتيره قوي، سواء في الدوري الانجليزي، في الدوري الايطالي، في الدوري الاسباني، ولكن الامتع دائما هو الدوري الانجليزي. مشاهدينا مكملين مع حضراتكم، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معانا.